في مدينة كبيرة كانت تحكمها ملكة عظيمة قوية، وكانت تعيش في هذه المدينة الأغنياء والفقراء. استيقظت الملكة صباحا وهي تطلب أحدا يشيد لها مسجدا كبيرا يحمل اسمها، لأنها على مدار 3 أيام متواصلة تهلو بمسجد ضخم كبير يحمل اسمها. فنادت الملكة على الحراس وقالت لهم: احضروا لي من يشيد لي مسجدا كبيرا. فقالوا لها: سمع وطاعة يا مولاتي. وذهبوا سريعا ليحضروا لها من يشيد لها هذا المسجد، وبالفعل أحضروا لها المهندس الذي يشيد لها المسجد. حضر وطلبت منه الملكة بقوة: أيها المهندس، عليك أن تشيد لي مسجدا في خلال 7 أيام، ليكون عندي مسجدا يحمل اسمي ويكون مسجدا جميلا أجمل من أي مسجد بالعالم. أريدها أن يكون فخما ذو نقوش كثيرة وألوان زاهية، وبناها العجوز. أيتها العجوز، لا أحضرك لأخيفك، ولكن أحضرك هنا لأسألك سؤالا محددا. لقد شيدت مسجدا كبيرا يحمل اسمي، بالله عليك خبريني ماذا فعلت ليمحو اسمي من على المسجد وأجد اسمك موجود عليه؟ لم أفعل شيئا يا ملكتي، والله ليس لدي المال لأفعل شيء. فعلت شيء غير أنني وأنا أمر من جانب المسجد والعمال يشيدون به، إلا أنني وجدت دابة وأحسست أن هذه الدابة عطشة وأحضرت لها الماء لها فقط. يا عجوزة، ليس لديك مال كمال، وليس لديك سلطان سلطة، ولكنك كتبت بعملك عند الله، فأنت كانت نيتك أن تسقي الدابة، فهذا العمل لوجه الله تعالى، فعلتيه ببساطة لوجه الله تعالى. ولا تخشي، أنا شيدت مسجدا كبيرا وضخما بأموال طائلة، مسجد الملكة مسجد الملكة، وأنا أتفاخر بك، فلم يقبل مني وقبل عملك البسيط الذي فعلتيه مع الدابة. يشرب ماء